أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. هسه نبدي نفتح الصندوق اللي وصلنا بهاي الشحنة ونشوف شنو الغراض اللي بيه. عندنا هنا مجموعة أوراق مال يوغي، بطاقات مفردة. أي شخص يحب يوصي بطاقات يوغي مفردة عادي نقدر نجيب له، يعني واحدة أو أكثر ماكو مشكلة. عندنا هنا هذا مثل الفتشي مال الطبخ، ما أدري شنو هو، جوجل هوم اللي هو مال تحكي ويا جوجل، ويعني بيه هواي سؤال فالصراحة ما أعرف شنو شغله بالضبط. طبعا أحب أنوه إنه هذن الغراض كلهن اللي جايبيهن هذن جايبيهن حسب طلب الناس، وهذن مو للبيع، يعني هذن ناس موصين عليهن وخلال فترة تقريبا شهر او شهر وشويه واصله الغراض واحنا جاي نسلمهم اياه. اعذروا انا احس حق الان صايم اريد اكمل الفيديو بسرعه. فهذا الغراض ما ادري شنو شغلهن وما ادري شنو هن، الناس يعرفون اكيد. واي شخص عنده سؤال او استفسار او يريد يطلب غراض من امازون او اي باي او علي اكسبرس خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك بالرسائل وان شاء الله راح نجاوب عليك. طبعا اكو عندنا رسائل كلش هواي فما نلحق نجاوب على الكل بالسرعه المناسبه، بس راح نجاوب، يعني دز رساله وانتظر نجاوبك بس شوي نتاخر. عندنا توصيل لكل محافظات العراق، واحنا تتلخص طبعا عمل شركتنا انه نشتري غراض من خارج العراق من موقع امازون واي باي وعلي اكسبرس ونجيبهن لهنا للعراق حسب طلب الناس. وهذا شغل الشركه مالتنا. اي شخص عنده سؤال او استفسار مثل ما قلت خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، هناك اكو موظفين يعني مخليه ويجاوبون على الرسائل. نكمل معكم الغراض. ان هنا هذا معجون مال اسنان، طبعا اصلي هذا فتشينو اي كل الزينه مثل ما جاي تشوفون، يمكن هذا كوري، طبعا هذا معروض بموقع امازون. جهاز مال قياس الضغط، طبعا هذين الاجهزه الزينه مو مثل الاجهزه اللي عندنا، يعني انا مجربهم شخصيا، يعني الاجهزه الالكترونيه اللي عندنا تعطي قياس خاطئ، يعني قياس مو صحيح. فاي شخص يريد قياس جهاز مال قياس الضغط مضبوط خلي يوصينا او خلي يدزلنا رابط المنتج اللي هو يريده واحنا راح نسعر له. طبعا اهم شيء انه المنتج اللي انت تريده موجود بهذن المواقع، يعني مو احنا ندور لك عليه لان رسائل يعني ملايين رسائل علينا. فانت تفتح الموقع مال امازون او اي باي، تكتب بالبحث الشيء اللي تريده وتدزلنا الرابط مالته او تسوينا مشاركه على الفيسبوك بالرسائل واحنا راح نعطيك السعر كامل واصل للعراق. وانت ما عليك اي شيء، يعني لا بطاقة فيزا ولا ماستر ولا اي شيء، مجرد تعطينا مبلغ مقدم بالعراقي واحنا نجيب لك اياه والباقي المبلغ تعطيه بيد السائق، يعني لان عندنا توصيل كل محافظات العراق. فهذن نماذج من الاشياء اللي جاي نجيبها للناس، ومثل ما جاي يشوفون الغراض جاي توصل بسلامة وما بيها شيء. وهذن الغراض مؤمنات، يعني اذا لا سمح الله صار شيء عليهن بالنقل احتمال سرقة او تلف، الشركة اللي متعاقدين وياها شركة الطيران مسؤولة انه تعوض ترجع لكم المبلغ كامل. فانتوا لا تخافون، انه الغراض احنا نشتريها ونجيبها وان شاء الله توصل بسلامة. هنا أنا هذا واير توقع مع السيارة، شيء مال عقل مال السيارة. امازون كيندل هذا جهاز قارئ كتب الكترونية مال امازون نفسه، يعني من شركة امازون اللي يقرون هواي كتب كل شيء يفيدهم. هذا ما اعرف شنو. هنا أنا مثل الاحبار هذني او اصباغ، هذني باودر صايرات. جهاز صراحه ما اعرف بالضبط شنو شغله، بس نقدر نجيب اي شيء مثل ما جاي تشوفون. طبعا الغرض ما لحق اقعد اقراهم واحد واحد لان مستعجلين نريد نسلمهم للناس. سليفات مال يوغي او حافظات اوراق مال لعبه يوغي، اتوقع هاي اي وير اللي هي نظارات مثل ما مكتوب، خلينا نشوفه بالله نتاكد على مود نعرفها. اي صحيح هاي نظارات مثل ما جاي تشوفون قدامكم. مجموعة بطاقات يوغي، طبعا هذني كل المفردات وهذني كل الناس موصيهن. اي شخص يحب يطلب اوراق يوغي اللي راسلنا يدزلنا رابط البطاقة من موقع اي باي او امازون واحنا راح نعطيك سعرها واصل كامل للعراق مثل ما جاي تشوفون. اذن البطاقات كلهن ناس موصين عليها. طبعا تقدر تجيب جملة او مفرد، يعني اكثر من بطاقة او بطاقة واحدة عادي ماكو مشكلة.
هنا شنو هذا تصليح مال الجامات مال السيارة مثل ما واضح بالصورة، يصلح هذين الخطوط. وهنا سماعات وايرلس ايربودز واضحة قدامكم بالصورة. مجموعة مكملات غذائية، فيتامينات ومعادن مثل هذني ما دايتري سبلمنت اللي هنا مكملات غذائية. طبعا هذني ميد ان يو اس اي ونوعية كلش اصلية، يعني شنو هو ماكو كلش اصلية نوعية اصلية قصدي يعني مصنوعات داخل امريكا تلقون عليهن ميد ان يو اس اي. هذا مثل ما جاي يشوفون عدسات مال عيون، هاي مال انمي مال شخصيات يعني خاصة. مكملات غذائية ولا هذن العفو مواد تجميل اتوقع مال الشعر او مال البشرة. تي تري هذني مشهورة طبعا البنات يعرفن هنيك شغلات. افريكان شيا بتر مال زبدة الشيا، طبعا كل هذني اصليات. وهنا شنو هم مال الشعر، هذا يمكن قناع مال الشعر او هيك شيء. مواد تجميل طبعا هذني اغلبهن مصنوعات او كلهن مصنوعات بامريكا مكتوب عليهن ميد ان يو اس اي. مكمل غذائي، فيتامينات مال الدماغ مال تقويه الدماغ والذاكره وهيك شيء، يفيد كلش الطلاب يفيد الاعصاب كلش مات كل زين. طبعا انا وهنه هذني المكملات الغذائيه كلهن يجن ما بيهن يعني ما بيهن اضرار او مو فد شيء خريطة، لا هذني اصليات هذني ما يصدرن بامريكا اذا ما توافق عليهن اكثر من منظمه اكثر من وزاره، فمو قبل يعني هذين يبيعوهن للمواطنين الأمريكان نفسهم، فالحكومة تدرون بها يعني تخاف على شعبها، فهذين كلهن أصليات ومسجلات داخل أمريكا، فتأكدوا من هالناحية. يعني هم نقدر نتأكد إنه هذين ما بيهن مضار، ونتأكد إنه المواد اللي بيهن يشتغلن فعلا أصليات. قلم هذا مال الموبايل، قرص مال اللعبة مال إكس بوكس 360 طبعا أصلي هذا. ما ادري شنو هذا، فتشي طبي اتوقع جهاز طبي مال جهاز طبي. سماعة مال دكتور او الصراحة اللي طالبها اتوقع دكتورة، هاي يمكن لونه بنفسجي والله ما اتذكر. على العموم اي شخص بنية او ولد يحبون يطلبون مثل هيك اشياء، اجهزة اصلية وماركات نقدر نجيبها. جهاز مال قياس الضغط، طبعا هذا اني انوه يعني يمكن مرة ثانية انه هذا مو للبيع، هذا اني كل هالناس موصين عليها. إذا عجبك مثل هذا الغراض شوف لنا رابط المنتج مالتها بالأمازون أو إي باي ودزلنا الرابط وإحنا نعطيك السعر، أو حتى لو غراض ما موجودة هنا بالفيديو نقدر أيضا إحنا نقدر نجيبها. كل اللي عليك إنه مثل ما قلت دزلنا رابطها على الصفحة وراح نكمل وياك بالرسائل. رسائل هواية فشوي نتأخر عليك بالجواب. مكمل غذائي هنا همات مال خصوبة، طبعا رجالي هذا الصراحة ما أعرف شنو يعني هل إنه مجربي أو لا، بس هو جاي يطلبون من عند ناس الظاهر إنه زين. جهاز مال السيارة واضح قدامكم بالصورة، وهاي المواصفات مالته والشغل مالته. أتوقع قارئ أعطال أو مصلح أعطال مال السيارة. شامبو اللي هو شامبو علاجي مثل ما جاي يشوفون هاي المواد البي وال والمحتويات، فشي اصلي كلش زين. هذن من الصين طالبيهن، هذا مثل ميداليات يمكن، هنا هذن ما اعرف شنو مفاتيح ما ادري شنو. الصراحه هذا ايضا هم ما اعرف يعني يكون اقرا بس ما لحق، اكيد يعني انا جاي استعرضه على مود الناس تعرف انه اغراضها وصلت، وعلى مود انتو تشوفوا في حال انه تعجبكم بعض هذه الغراض دزونا رابطها واحنا نجيب لكم اياها. مكملات غذائية، هذاك مال رئتين هذا الأزرق والأخضر ما أدري مال أعشاب فتشي أعشاب مثل ما جاء تلاحظون مكتوب مصنوع داخل أمريكا فشي مضبوط. فينو غريك هذا بذور أتوقع بذور الحلبة ما متأكد يعني. على العموم هذين أيضا مال أعشاب مكملات غذائية أصلية. أشواغاندا هاي كلش مشهورة، هذني اكو منهن للبيع المباشر اذا تردون، بس هاي الاشواغاندا هذني موجودات للبيع اذا تردون راسلونا. هاي احب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامه.